يوم الثلاث القادم احنا هنكون امام يوم في حدث جلل، لان ايام قليله بتفصلنا عن انطلاق مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه والقصيره وافلام التحريك في دورته ال 24 اللي بينطلق بمشاركه محليه وعربيه، واعتقد كمان مشاركه دوليه متميزه هتكون في هذا المهرجان. الحقيقه احمد كمان انه يمكن فن الافلام الوثائقيه والتسجيليه والقصيره هو واحد من اهم أشكال الفنون السينمائية المؤثرة، لأنها بتعتبر سجل مصور للتاريخ، ولأنه مهرجان الإسماعيلية من أعرق كمان المهرجانات. بيسعدنا يكون معنا الأستاذ عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، نورنا. صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح الخير يا أستاذ عصام. أهلا بك. يعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك ما هو الجديد في النسخة رقم 24 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية؟ هي دي الدورة 24 للمهرجان، وهو طبعا مهرجان نوعي متخصص يعني في الأفلام التسجيلية وفي الأفلام القصيرة، سواء الأفلام الروائية أو أفلام التحريك بأنواعه. مهرجان دولي، عندنا في 50 دولة مشاركة في المهرجان. عندنا أكثر من 100 فيلم. هذه الأفلام بتنقسم ما بين الأفلام لمشاركة في المسابقات الرسمية، لأن احنا عندنا 4 مسابقات رسمية، وعندنا مسابقة للطلبة المصريين. بجانب المسابقات دي عندنا برامج خاصة. البرامج الخاصة دي دايما بتتجدد من كل يعني من سنة للتانية، وعندنا برامج خاصة بالدورة دي. فاحنا السنة دي عندنا برنامجين، 3 برامج مهمين يعني. برنامج عن الأفلام اللي بيطلق عليها العابرة للنوع أو الهجينة، اللي هو فيلم تسجيلي بس مستخدم انيميشن او مستخدم يعني رسوم، او فيلم روائي بس بروح التسجيلي او العكس. يعني في كده ايه افلام بتبقى يصعب تصنيفها، ان انت تقول هو ده تسجيلي ولا روائي، ده تحريك ولا ده ايه. فده برنامج خاص، ده غير الديكو دراما، زي الدوكيو دراما كده، بس في تجارب اخرى يعني. يعني الدوكيو دراما هي جزء من اللي هي الافلام اللي هي تعتبر التمثيلية مش مقتصرة على نوع بعينه. صحيح. لأن الأفلام دي بتجيلنا كل سنة، ومش بنعرف أحيانا طب نحط ده في التسجيلي ولا نحطه في الروائي ولا نحطه في التحريك. فالبرنامج ده بهدف تعريف الجمهور وتعريف صناع الأفلام بالنوعيات دي وإزاي بتتعمل، لأن برضو مش المفروض إنها تتعمل عشوائي يعني. صحيح. فإحنا عاملين ورش وعاملين محاضرات للتعريف بهذه الأفلام نوعي. ده البرنامج الأول. عندنا برنامج تاني كمان اسمه Very Short Film، أو الفيلم القصير جدا، اللي هي أفلام لا تتجاوز مدتها دقيقة أو دقيقتين، ثلاث دقائق ماكسيمم يعني. فدي برضو نوعية من الأفلام يعني طريفة جدا، وبتتطلب يعني صياغة معينة في السيناريو وفي التنفيذ. فده برنامج برضو مميز. بالإضافة أن عندنا كمان ألمانيا هي ضيفة شرف هذه الدورة، فعندنا برنامج متميز للسينما الألمانية الحديثة. طيب أستاذ عصام، يمكن إحنا دايما بيشغلنا في أي مهرجان للسينما بشكل عام أو مهرجان للأفلام مشاركة مصر في هذه المهرجانات. إحنا بالنسبة لنا مصر مشاركة في هذا المهرجان بأفلام إيه؟ خاصة ان احنا يمكن، وصحح لي المعلومة، يمكن احنا تجربتنا في الانيميشن محتاجة كمان نشتغل عليها اكتر. لا، معاك حق طبعا، ان الانيميشن عندنا فيه طبعا لما نقارنه بالبلاد الاخرى يعني يعني وضعه صعب شوية، لانه بيحتاج انتاج يمكن شوية تكلفة كبيرة أكبر. منافذ التوزيع طبعا ضيقه جدا، فحتى لما الفيلم يتعمل هيعرضه فين، هيوزعه فين. كمان المفهوم العام عن الانيميشن ان هو للاطفال فقط، فده مفهوم برضو سائد ومفهوم خاطئ. صحيح. لانه في يعني الانيميشن فيه تجارب فنيه وفي حاجات فنيه عظيمه جدا. لا، في حاجات معموله من زمان جدا لحد النهارده الكبار بيتفرجوا عليها، ومش بس كده اتحولت لافلام فيما بعد من كتر ما لاقت نجاح كبير. بالظبط. وفي افلام للكبار فقط كمان انيميشن يعني من زمان يعني. ف
ففي مفهوم زي ما قلت لحضرتك انه الانيميشن ده افلام يعني موجهه للاطفال وبتحكي قصص اطفال وكده، بالاضافه للمشاكل الاخرى الانتاجيه اللي بتعاني منها صناعه الانيميشن في مصر. فاكيد وجود يعني نخبه من افضل الافلام العالميه في المهرجان اكيد بيخلي صناع الافلام في مصر يعني يشوفوها ويتناقشوا مع اصحابها ويتعلموا منها ويشوفوا التقنيات اتعملت ازاي بامكانيات بسيطه. بالنسبه للمشاركه المصريه احنا عندنا يعني في كل مسابقه من المسابقات فيلم مصري، بالاضافه لان عندنا مسابقه كامله للطلبه المصريين. للطلبه. احنا دلوقتي مش بس معهد السينما اللي بيدرس صناعه الافلام، عندنا دلوقتي عدد كبير من الكليات ومن المدارس الخاصه كمان اللي بتعلم شباب صناعه الافلام. طيب انا عاوز اسال حضرتك، بما ان تحدثنا او تطرقنا على فكره مين اللي بيدرس صناعه الافلام، لان في الحقيقه انا كنت في يعني سنوات ما كنت بحاضر في يعني احدى الجامعات الخاصه تحديدا، وكنت بشوف مشروعات تخرج للطلبه، مشروعات وثائقيه وافلام قصيره غايه في الروعه والجمال. هل الباب بيكون مفتوح قدامهم للمشاركه في مهرجان زي مهرجان الاسماعيليه؟ طبعا، ما هو المسابقه دي اتعملت علشان كده، يعني علشان كل مشاريع التخرج في كل الاماكن اللي بتعلم صناعه السينما في مصر. فبيجي لنا يعني انتوا بتخاطبوهم؟ بنخاطبهم وبنعمل اعلان طبعا، بس كمان بنخاطب الجامعات دي يعني حتى اللي ما بعتش بنتصل بيه ونقول له فين الافلام بتاعتكم، المشاريع الجديده فين، طب هتخلص بعد شهر، طيب احنا معاكم، طب هتلحقوا، طب مش هتلحقوا، يعني بنتابعهم لان عندنا خريطه بكل او معظم يعني الاماكن اللي بتعلم سينما، واي حاجه بتستجد بنعرفها وبنضيفها عندنا. عظيم جدا. فبيتقدم لنا عدد كبير جدا من الافلام بنختار منها. يعني يمكن في الدوره الاولى كنا واخدين معظم الافلام اللي تقدمت، السنه دي تقدمت افلام كتيره جدا. والاختيار كان دقيق جدا كمان، يعني اختارنا حوالي اعتقد 15 فيلم من مثلا اكتر من 100 فيلم تقدموا لنا يعني او اكتر، فبقت افلام كتير بتتعمل ومشاريع كتير جدا بتتعمل، وكمان المستوى بيتحسن يعني كل سنه عن التاني. طيب بالنسبه بقى للجان التحكيم، ولو هنتكلم كمان عن معايير اختيار الافلام اصلا اللي بتشارك في المسابقه قبل حتى معايير اختيار الافلام اللي بتختارها لجان التحكيم في المسابقات. دايما بتسأل السؤال ده عن المعايير. يعني هو في الفن ما فيش يعني حسابات رياضيه كده ده اكيد طبعا نقدر نقيس بيها جوده الفيلم، لكن السنه دي يعني انا اعتمدت على طريقتين في اختيار الافلام، ان يبقى في بروجرامر لكل برنامج يعني مسؤول عن البرنامج ومعاه لجنه اختيار مش هو لوحده. لجنه الاختيار لوحدها احيانا يبقى في مشكله شويه، لانها هي بتختار فيلم فيلم ما بتشوفش الصوره كلها على بعض، بينما البروجرامر احيانا لو بيختار لوحده يختار على ذوقه الشخصي، فممكن يعني يظلم نوعيات تانية او حاجات هو مش بيحبها. فانا عملت يعني انه الاثنين موجودين، عندنا بروجرامر لكل مسابقه وعندنا لجنه اختيار براعي فيها انه يبقى في اولا طبعا في كل هؤلاء يعني سواء المبرمجين او لجنه الاختيار ناس مشهود ليهم بالكفاءه ومن النقاد والسينمائيين المعروفين يعني وشباب كمان معظمهم شباب عشان يبقوا متابعين للتطورات والحاجات الحديثه. فاول حاجه مشهود ليهم بالكفاءه، تاني حاجه يبقى في تنوع شويه في الاذواق داخل كل لجنه عشان ما يغلبش على لجنه ذوق واحد بالظبط. بعد كده بقى بنبتدي نصفي الافلام دي اللي هي تم اختيارها كلها لتوفر عناصر الجوده فيها، بتبقى عمليه تانية خاصه بكل المهرجانات
هي انه تختاري من الحاجات الجيدة دي اللي يناسب توقيت، لان في الاخر انا مش معقول هختار 200 فيلم مش هلاقي وقت اعرضهم او جمهور مش هيلحق يشوفهم، فلازم يبقى البرنامج على قد التوقيت بتاعنا. تاني حاجة يبقى فيه كمان مراعاة للتمثيل السياسي والجغرافي، يعني لازم يبقى عندي افلام من اسيا ومن افريقيا ومن امريكا اللاتينية ومن كل البلاد. فلو عندي مثلا 3 افلام من بلد ما جيدين جدا، ممكن اكتفي بفيلم منهم او 2 وادخل فيلم تاني من بلد. يعني انا عندي في 50 دولة السنة دي مشاركين، ففي تنوع كبير في كمان ايه اللغات والموضوعات والجنسيات. فدي كلها معايير بقى عمليه كده، يعني بتاخد وقت ومعقده شويه. طيب عاوز اسال حضرتك، شايف ازاي الوعي لدى الشباب تحديدا من الفنانين والمبدعين فيما يخص سواء كان انتاج او مستقبل، بقى بنتكلم على المشاهد تحديدا، فيما يخص الافلام التسجيليه والافلام القصيره تحديدا؟ شوف، يعني من 30 40 سنة كده مشكلة انه هذه الافلام ملهاش شعبية، وانه الناس ما تعرفهاش، وانه ما فيش منافذ لعرضها، كانت مشكلة كبيرة قوي. ما نقدرش نقول ان المشكلة دي زالت تماما دلوقتي، ولكن بس انا يعني مش متفق مع حضرتك في انها زالت، وهقول لك ليه. بس اسمع، ما حصل طبعا تطور كبير جدا بسبب انه بقى في عندك منافذ لعرض هذه الافلام. اول حاجه دايما في الفنون والسينما ان يبقى عندك منفذ عرض، يعني لازم يبقى عندك دور عرض سينمائي عشان الناس تعرف ايه هي السينما فتحب السينما. لان الناس ما كانتش متاح ليها انها تتفرج على هذه النوعيه الا من خلال مهرجان اسماعيليه بس، يعني تقريبا هو الوحيد اللي كان بيعرض هذه النوعيه، بالاضافه لبعض يعني الافلام اللي كانت بتعرض في التلفزيون هنا، ويمكن بعض المراكز الثقافيه. لكن الوضع تغير جدا. قناه متخصصه لعرض الافلام الوثائقيه، المولود الاخير لمجموعه المتحده للخدمات الاعلاميه، بنتكلم على الوثائقيه، واعتقد يعني احمد الدريني وشريف القائمين على هذه القناه بيستقبلوا عنهم برضو، يعني اي عمل جيد هيعرضوه. لا، ما هو احنا في شراكه معاهم. طيب من اول ما بدأوا يعني اذا في منافس. لا، هم يعني احنا على طول تواصلنا، وطبعا ده خبر كان بالنسبه لنا خبر سعيد جدا، وانا اصلا كناقد يعني كنا بنطالب بده من زمان ان يبقى عندنا احنا اولى اللي احنا قناه متخصصه في الوثائقيات، ممكن يبقى بعد شويه قناه متخصصه في النوعيات الفنيه والافلام القصيره. لكن فطبعا بالنسبه لنا كان خبر سعيد جدا، وتزامن كمان مع هذه الدوره. فاحنا بمجرد ان هم اطلقوا القناه، يعني انا كمان يعني متابع حتى قبل ما القناه تطلق، لكن اول ما اطلقت القناه تواصلنا معاهم وهم تواصلوا معانا، وهم موجودين معنا في المهرجان، وان شاء الله باعمال بافلام. لا، موجودين معانا للتغطيه كرعاية. وكمان يعني احتمال يبقى في مثلا عمليات تسويق، يعني يشتروا حقوق عرض افلام، يبيعوا حقوق عرض افلام. اذا مشكله المنافذ اتحلت. بالظبط. ما هو المهرجانات برضو ده دور اساسي من ادوار المهرجانات، هي مش مجرد مكان لعرض الافلام، هي مكان الناس بتاعه الصناعه تتجمع فيه. يعني اهميه مهرجان كان وبرلين والمهرجانات الكبيره دي هي السوق بتاعها اللي الناس بتتقابل فيه وتبيع وتشتري. صحيح. فنتمنى بقى انه يعني كمان مهرجان الاسماعيليه بدايه من السنه دي هيبقى فيه ايه يعني تبادل بقى بين الصناع وبين القناه الوثائقيه. وانا حتى بالفعل يعني قلت لهم على كام فكره كده وكام حاجه ممكن يعني لو استحوذوا عليها هتبقى مكسب كبير للقناه يعني ان شاء الله. طيب بما احنا بنتكلم عن فكره المنافذ و تعريف الناس بأكتر بفكرة الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، وحضرتك قلت أن الأفلام بتعرض بشكل أساسي في الإسماعيلية وبعض المراكز الثقافية هنا، ليه ما فيش فكرة أنه يتم عرض الأفلام زي مثلا ما بيحصل وقت مهرجان القاهرة، بيبقى فيه أكتر من دور عرض سينمائي، بيبقى الأفلام دي موجودة في دور العرض دي والناس تقدر تروح تشوفها،
ليه ده مش موجود، او هل في خطه ان ده يحصل بشكل او باخر؟ طبعا في حاجه اسمها حقوق العرض. انا في الاخر اي فيلم بجيبه بيبقى صحيح احنا مش بندفع يعني مقابل، لكن انا ملتزم اني اعرض الفيلم مرتين فقط اثناء المهرجان الدور. مش بعد المهرجان ولا قبل المهرجان، وفي مدينة الإسماعيلية، إلا إذا يعني تم الاتفاق على غير كده. إن أنا ممكن بيحصل كتير أحيانا بعد نهاية المهرجان إنه بعض الأفلام دي بتبقى مطلوبة حتى في مصر وحتى خارج مصر. يعني إحنا عندنا من الهيئة الملكية الأردنية في بروتوكول مع مهرجان الإسماعيلية إن هم يعرضوا بعض الأفلام هناك بعد كل دورة. فأنا بشوف بتواصل مع صناع الأفلام وبقول لهم والله إحنا الأفلام يعني عايزين نعرضها في القاهرة، عايزين نعرضها في مكان تاني، فهل يعني ممكن؟ فيقولوا لي أوكي تمام إحنا فرحانين بده، أو يقولوا لي معلش يعني ما ينفعش عشان إحنا في شركة توزيع ولازم يبقى في اتفاق مادي وكده. فده لازم يعني يتم الحصول على حق العرض حسب الاتفاق سواء مجانا او بفلوس يعني. لكن ما فيش حاجه اسمها اخد افلام المهرجان واعرضها في اي مكان، لانه بعض الناس مش فاهمه حول الملكيه الفكريه والعرض انه لازم اي عرض بيحصل لازم يبقى باذن صاحبه. بس حاجة مش مستحيلة، ممكن ان احنا ناخد يبقى من اشتراطات الدورات طبعاً القادمة علشان اغذي على الاقل بيها المراكز التابعة لي وزارة الثقافة باعتبارها يعني شعاع للعلم والمعرفة، اقدر اجمع فيها 3 أو 4 افلام ذات يعني سياق متصل واعرضها. بيحصل ان احنا بنعرض بعد نهاية المهرجان لكن بمعرفة اصحابها، وزي ما قلت لحضرتك يعني في ناس بتوافق من غير مقابل وفي ناس بتطلب مقابل، وفي الاخر احنا المقابل بتاع الافلام التسجيليه والقصيره مقابل زهيد مش زي الافلام الروائيه الطويله. يعني انت ممكن تجيب 20 فيلم بثمن حق عرض فيلم روائي واحد، وتكلفته كبيره، والتكلفه الخاصه بانتاج فيلم واحد وثائقي هي تكلفه كبيره مش سهله يعني مقارنه بالعائد الخاص بهذه الافلام. يعني بس بالظبط الافلام الروائيه الطويله اللي هي بتاعت الجمهور والتجاره وكده بيدفع فيها يعني عشرات واحيانا مئات الملايين. لكن الافلام التسجيليه والقصيره بتبقى طبعا انتاجها مش بيتكلف ده، وبتعتمد على ان هي يعني تستعيد التكاليف بتاعتها والربح من خلال البيع اللي هو ايه يعني القطاعي اذا جاز التعبير، يعني مش بيع ضخم، لكن من هنا 100 يورو من هنا 50 يورو من هنا 10 يورو يعني بالشكل ده. طيب حضرتك كمان ذكرت انه المانيا هيضيف شرف هذه الدوره من المهرجان، اشمعنى المانيا؟ ليه الاختيار المره دي وقع على المانيا تحديدا؟ احنا كل سنه بيبقى عندنا بلد، فالسنه دي لما فكرت في ايه البلد يعني المانيا، اولا لانها عندها صناعه سينما وعندها يعني افلام كتيره جدا مهمه، وما كانتش ضيفه شرف من سنوات طويله جدا يعني. الحاجه الثانيه انه أنا عارف إنه ألمانيا بتشهد نهضة كبيرة في العملية التعليمية الخاصة بالسينما، فعندهم عدد كبير من الكليات ومن الأماكن اللي بتدرس سينما وبيتخرج منها كل سنة عدد كبير من الشباب، وكمان في العملية التعليمية دي في حرص على الابتكار والتجريب يعني تحت بند تبادل الخبرات. فالبرنامج الالماني يتميز بالتجريب ده وبالتجديد يعني. وبالشباب برضو، روح الشباب، لان احنا عندنا عدد كبير من الشباب مشارك في المهرجان سواء من خلال مسابقه الطلبه او من خلال احنا داعيين كمان عدد كبير جدا من الشباب، فبتبقى فرصه يعني احنا يوم الثلاث اللي جاي امام عدد من المفاجآت في الافتتاح الخاص بالمهرجان ان شاء الله. طبعا يعني الافتتاح يبقى يعني مبهر ويبقى منظم بشكل كويس، والفعاليات الحقيقيه هتبدا من يوم الاربعاء صباحا
الافلام بقى والمحاضرات والورش والتكريمات. أنا احنا ما اتكلمناش على التكريمات، هننتظر ده وهنكون الكاميرا. صباح الخير يا مصعب، عندنا ثلاث تكريمات مهمه يعني، في حاجات كتيره جدا يعني الناس تتابعونا، بس في حاجات كتيره خاصه موجودين معاكم، وكل التوفيق طبعا والدعم لحضرتك الاستاذ عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه والقصيره وافلام التحريك. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا ليك. شكرا.